muse, quelle, 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 e andiamo su, 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 شو شعور اللي يمشي المي شايله بعدهم وصديقي كامل. ابو سمره عم ترش مي هون انت ايه ليك عم ترش مع الشط حبيبي وراح يفوت الكادر خلي عرق كوبرس على الاربعه ايه قبل الوقت خلي يعبي الكادر ايه وجيت لحظه ما جيت بالبدايه فوتي شوي هون فوتي شوي هون ايه هذا كيف والدنبر على الخمسه يتحرك هذا اللي عم يجيبون على الخمسه يتحرك يلا يا علي تعب رجعوا تنبر مكانه يلا أربعة ثلاثة على الصوف شباب واحد من طرف الطرف الثاني ما حدا يطلع كمان روح بدك واحد هون يرسل علي بدك واحد هون بدك واحد عشان يفهم ايه ماشي هلا ححط واحد بده يحكي له شو شوي بس شو بيحكي حكاية هو عم بيحكي لهم ذكر عم بيحكي لهم كراكوز وعواض وفادو راحوا تفضل انه يقرب اكثر لعنا يقرب اكثر لا اذا بدك تصير مو هو كلوز القفص اللي بصدره مع هاي اللعبه قرب لشوف فادي يصير اخر شيء قرب تعال روح روح رجع قرب قرب فادي قرب 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 طلع 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 فوق هذا قرب كمان فادي هيك اذا بدك اي معقوله والله بس اذا طلع لهم فدا هيك رجلهم هيك احسن هيك تاني يلا يعني هاي حركة هاي القانون صح؟ بعيونك صار عم تقول له ماجد جاهز هون كمان ماجد اعطيني يا عمو روح جيب لي السلام تعمل شو هيك جهز لنا كمان هون لأنه حنعمل بان مع الحركة هي حنعمل بان لأول شيء يلا ايه اوكي هذا محل مين هذا محل سليم قدام هاي هون انه هنيك شباب اصحاب رابط ملابس صح؟ يلا حسن بس لك شباب ما بعرف عمي الطنبور ابعثهم معي شو بدوروا لك يلا رايح معي مجاري الهنا اي مجاري الهنا يعني من هنا مجاري الهنا عمي مجاري الهنا عمي خلصوا بصلح لك يا اذا هلا لك يوبي قال لك ماجد ايه اطلع فوت لهون ابو بس في ريحه تذبح شو هن من هدول الغار كله تازه والله شو في حالك جاي هنا عمي يلا يا ايه اطعم شكينا نضيف هاي اعطينا سكينة يا خطاب مشحوم مشحوم كذا هيك بحري ما تجرخ انه قصدك مصدي ما بدك لها بيضة لا هو بلشت هلا انا شايفه روس خلص هسا قاعدين مع الحمصاني الكروس بيت حط الصلاة قديش اعطيه يعني كم بدي اخذ مني نظره لو بدي اروح بعمل لك هيك وهيك شوف طلع علي لا بدي اروح يلا بعدوا له السياره بعدوا السياره شباب بس بابا مجرد ما ادهم كلم مجرد ما طلعت لهون بكفيها لهون بكون عند القوس هو الشاب ايه قرب قرب لي شو قرب بعدين يعني ما في خلاص هي عادي روح ناخذ شيء معك يا حتى ايه قربوا لي ما شاء الله
هون ياسر؟ واقف هون، واقف. أدهم هون بتصير أوتا؟ هون. أوكي. هون أوتا. شوف لي هون إذا طلعنا لهون، زيت تكون البلاطة؟ الحجم هو والخيط. ميديم يعني؟ لا. ميديم لونج يعني. أمريكان. أمريكان شو؟ إيه منيح. بس ممكن تكون أوتا. لك هتكون زين. عشان نضل العنف أكثر معنا. أوكي، زين زين زين. أوكي. رايح مشوار زور وبعدين زور لا مالك اي مالك اوكي يلا امشي يلا مسجل هذا راح تسرع شيء لا ما راح تسرع يا حبيبي كثير تسلم صحتك استنى طمني على اجي بعد عن بعض هو بالاساس جاي من العمق مو عمق ربطه تمام من هون للنص تمام ليوصل له بس وصل لهون جيب له الخبز يا اللي استاذ ماجد هو عم يجي انا فيني تبعته اذا بيع السوس هون ماشي انا ماني شايف كل ما طلعنا ما حيجي ادهم وكذا يعطيني ابريق يعبي له قرب انت بالزوم او بالزوم 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 عميز السوس بالابريق بتقفل على السوس هو عميز عشان نقفلها بكلوز بتبلش من قريب وهو عم يعبي بآخره بس تطلع تعمل دولي أوت بدون ما يوقف يعني يكون أخذ الإبريق وكذا هو راح لا أرجع للنوم أصور للنوم شو منيحة إذا بدك فيلها بلا منيحة هي أحسن أوكي طلعت روح حاضر على رأس ما حبيبي ليكن ليكن إيه إيه تكرم تكرم وروح لعنده وتنادي له يلا كاسه ايه تمام شغله ثانيه بس وقت تصب لا توطي البريك هي صارت الخلفيه الارض يعني بس علي الحنفيه خلي البريك على عينه طولنا وطولنا نخليها هذا منيح عليك انا عم بشربها بحبها وبطيئها ايه مبين بس برافو عليك لا ما مبين على اساس برافو عليك انك ما طولت اللي اعطي راحه هذول كله سليم روح العالم روح عم بيشوف هلا انا هلا ناجي طلب هون شغله شو بده يساوي لهم هون طلعه صغيره وخيط وراها مشان يتخبى حدا او شيء فبدي اقول له انه كلفته منيحه بس اعرف كلفته ببطل يعني طلبت معنا 20 بانو و50 دف هذا اللي يفتحوا هون الباب يشيلوه يساووا هون درجة شكل فوق مع حيطين حيطين هيك وسد في الصدر ما سوينا نقول له عن المي نقول له عن كلفته تصور معي المي يعني ما بيفتح الباب لا لا بيفتح هذا هون باكيت وظافر